حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. بعد 15 هدفا سجلت في 4 مباريات أولى في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم الجارية وقعها في ألمانيا بمعدل تقريبا 4 أهداف في كل لقاء، استؤنفت المباريات البارحة بتسجيل 6 أهداف في 3 مباريات بمعدل هدفين في اللقاء، اللي يصل معدل مجموع المباريات السبعة التي عشناها لحد الآن 21 هدف. المعدل يصبح 3 أهداف من أصل 21 هدف سجل في المباريات السبعة الأولى، وهو رقم مهم جدا من ناحية أخرى بالدخول القوي وموفق لمنتخبات ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، والبارحة كذلك إنجلترا أمام صربيا. ولكن قبل مباراة إنجلترا صربيا اللي كانت بمثابة أول مواجهة في تاريخ المواجهات بين إنجلترا وصربيا في جميع المسابقات منذ 21 سنة، لابد أن نتوقف عند مباراة المجموعة الرابعة بين هولندا وبولندا. مباراة أنا بالنسبة لي كانت جميلة، كانت سريعة، كان رتمها عالي، كان فيها منتخب بولندا من دون ليفاندوفسكي المصاب كان متفوق في النتيجة. تجنب فيها منتخب هولندا الخسارة في نهاية المطاف في جميع مباريات اليورو التي لعبها لحد الآن منذ 2012. تتذكروا معي في 2012 كان منتخب هولندا مفاجأة كبيرة جدا، خسر 3 مباريات على الدور الأول اللي لعبها، منذ ذاك لم تخسر هولندا في جميع المباريات الدور الأول في البطولات الكبرى، وهذا رقم مهم جدا. وبعدين الجيل الجديد اللي ظهر على هولندا اللي كان دايما ولادة، عندها لاعبين متميزين من زمان، يعني من حتى من قبل ما يفوزوا بكأس أوروبا 88 أقصد من عهد يوهان كريف في سنة 78 عندما وصلوا لنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في بيورنس إيرس. كانت هولندا دايما ولادة بأياكس وبأندوفن وبأجيال متعاقبة وبلاعبين متميزين ينشطون في كبريات الدوريات الأوروبية. اليوم بقيادة اللاعب الدولي السابق رونالد كومان، منتخب الهولندي أظهر روح كانت تنقص كتير الكرة الهولندية والمنتخب الهولندي. مهارة كان دائما موجودة، كانش عندهم شوية حظوظ مع المدربين الذين أشرفوا على منتخب هولندا، ولكن كانت تنقصهم شوية روح. أعتقد كانت موجودة في مباراتهم البارحة أمام بولندا، وهي اللي سمحت لهم بالإضافة للمهارة أيضا سمحت لهم لكي يعودوا في النتيجة ويتفوقون بهدفين مقابل هدف واحد، ويكررون ما فعلته إيطاليا التي كانت خاسرة 1-0 أمام ألبانيا ثم عادت وفازت. هولندا فعلت نفس الشيء أمام بولندا. الدنمارك في المجموعة الثالثة بدت لي مش ولا بد في مواجهة سلوفينيا، تعادلت مع هدف لهدف، تواصل معها عدم تألق بين قوسي منتخب سلوفينيا منذ أول فوز في الأربع مباريات، منذ أول فوز في النهائيات قبل 4 سنوات من الآن. لم يتفوق في 3 مباريات متتالية وتعادل في مباراة واحدة، هي هذه المباراة التي واجه فيها المنتخب الدنماركي. المنتخب الدنماركي الملفت بالنسبة إليه أنه أبهرنا بقدراته على الاستحواذ. أنا دائما في بالي منتخب الدنمارك 93 اللي فاز بكأس أوروبا للأمم ولم يكن حتى متأهلا، كانت أنا ذاك الحروب والثورات في يوغوسلافيا في التسعينيات القرن الماضي والاتحاد السوفيتي سابقا، فغياب يوغوسلافيا أو تغييب يوغوسلافيا سمح بتعويضها بمنتخب الدنمارك آنذاك وفاز بلقب البطولة. الشيء الملفت في مباراته أمام منتخب سلوفينيا، تحدث عن الدنمارك طبعا، هو أنه قام ب 582 تمريرة، وهي الحصيلة الأعلى بالنسبة للمنتخبات في تاريخ البطولات الكبرى اليورو وكأس العالم
منذ سنة 1980. تصوروا معي معذرة، منذ 44 سنة ولا منتخب قام ب 582 تمريرة في مباراة واحدة. هذه عندها دلالتها طبعا بالنسبة للمنتخب الدنماركي الذي أتصور وأتوقع بأنه يظهر بشكل جيد. عندما أقول يظهر بشكل جيد أنا لا أتحدث عن لا عن تتويجه ولا عن بلوغ ربع النهائي ولا النصف النهائي، ولكن يظهر بشكل الجيد والممتع بالنسبة لمنتخبات هذا اليورو. نصل الآن إلى مباراة إنجلترا أمام صربيا، وهي كانت أول مواجهة في التاريخ بين إنجلترا وصربيا منذ 21 سنة بالضبط، منذ سنة 2003. بيلينغهام سجل هدف الوحيد لإنجلترا، هدف الفوز، كرر ما فعله في نهاية كأس العالم الأخيرة في قطر عندما سجل في افتتاح مباريات منتخب إنجلترا هدفه الأول. ولكن الشيء الملفت في مباراة إنجلترا هو دفاعه وحارسه بيكفورد. بيكفورد قام بدور كبير جدا، حارس مرمى فريق إيفرتون، في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد أن عاد لرقم شيلتون في بيتر شيلتون في عدد المباريات اللي لعبها مع المنتخب الإنجليزي بعشرين مباراة في البطولات الكبرى. كان متميز وكان متألق بيكفورد، مثل ما كانت منظومة دفاع منتخب إنجلترا متميزة ومتألقة، لأنه شفنا منتخب صربيا يرجع في المباراة، خلق فرص، هدد مرمى بيكفورد ولكنه لم يصل إلى المرمى. عندما تحدثت عن منظومة أقصد مشاركة حتى هاري كين في العمليات الدفاعية لمنتخب بلاد وإنجلترا. كان فوز منتظر ولكنه كان صعب لمنتخب إنجلترا الذي لفت انتباهي وأكيد لفت انتباه الكثير من المتتبعين من خلال منظومة دفاعه. مباراة إنجلترا القادمة طبعا ستكون في مواجهة الدنمارك، هنا الاستحواذ أمام البراعة والمهارة الإنجليزية، في حين سيلتقي منتخب بولندا مع صربيا، الفريق منتخبان خاسران في الجولتين الأولى في الجولة الأولى. الملفت لحد الآن هو المنتخبات الأربعة القوية المرشحة بالنسبة إلينا دخلت بقوة وفازت. الملفت هو معدل الأهداف اللي بلغ 3 أهداف في 7 مباريات بمجموع 21 هدف. الملفت كذلك هو هذا اللعب المفتوح والنزهة الهجومية اللي لاحظناها في المباريات التي شاهدناها لحد الآن، وأكيد سنستمتع أيضا بمباريات أخرى أجمل. لأكيد أنه طبيعة الملاعب والحضور الجماهيري الكبير والطقس الجميل كلها عوامل، وبعدين كل شيء موجود في ألمانيا كلها عوامل تكون مفيدة للاعبين وللمنتخبات لكي يتألقوا في هذه البطولة في انتظار مباريات أخرى في الدور الأول أكبر وأجمل وأكثر إثارة وأهداف كذلك غزيرة في هذه البطولة التي ما زلت حتى الآن إلى اليوم نقول ألمانيا هي المرشحة رقم واحد. أي نعم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، ولكن اليوم ألمانيا هي رقم واحد. في كل مرة نقول لكم نحاول نمشي مع المردود ومع النتائج ونقول من هو المرشح نمبر 1. شكرا لكم، سلام.